السلام عليكم. للي ما شافنيش قبل كده على مامز لينك، انا اسمي شيرين عز الدين، انا بشتغل بروفيشنال اورجنايزر وصاحبة موقع وبرنامج تنظيم وإدارة البيت. يمكن فكرة التنظيم في حد ذاتها محدش ياخد باله ان هي ممكن تكون السبب في حاجات كتير قوي، منها نفسها سعادتنا احنا شخصيا. انا بسترس على حتة التنظيم قوي في البرنامج، لان انا شايفة ان هي الاساس لحاجات كتير جدا، يعني هي وحتة التخطيط. من غير التنظيم لو انتي بتخططي الخطة مش هتمشي صح. فكل حاجة في البرنامج اللي معرفش عنه قبل كده هو قايمة على الفكرة، قايمة على التنظيم، تنظيم الاشياء او تنظيم الوقت او تنظيم حياتنا او تنظيم فلوسنا، التنظيم عموما. النهاردة هناخد يمكن نبذة صغيرة عن الفكرة بتاعة التنظيم أو خطوات التنظيم عموما، وبعدين هنطبقها شوية على دولاب الملابس مثلا، وبعدين المطبخ، وبعدين أي حاجة تانية انتي عايزاها في البيت، أو أي حاجة تحبي تنظميها في بيتك على طول، يعني درج، دولاب، أي حاجة ما تبقاش أزمة، ما تبقيش شايلة هم طب خليها هعملها بكرة، طب أنا مش عارفة هودي الحاجة فين، طب أنا عايزاهم ولا لأ. كل الكلام ده هنشوف هنتعامل معاه ازاي. بالنسبة لفكرة التنظيم عموما، التنظيم ممكن نقسمه لثلاث خطوات بسيطة جدا. لو أنا عندي درج مكركب، درج بقى، دولاب، أي حاجة، مش مشكلة، بس الحاجة ده والمكان ده عايزين ننظمه، أول خطوة لازم أعملها إن أنا أعمل جرد للمحتويات. جرد يعني أطلع كل الحاجة اللي جوه أو أبص فيها إذا أمكن، يعني ما تبقاش كلها فوق بعض، وأشوف أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه. لازم في المرحلة دي أو في الحتة دي، في الخطوة دي، تكون قراراتي سريعة، يعني أنا عارفة إذا كنت محتاجة الحاجة دي فعلا ولا لأ، بستعملها ولا لأ، مفيدة ولا لأ، ولا مش عايزاها خالص. ده لازم يكون قرار سريع. يعني درج مثلا لقيتي فيه فواتير كهرباء مثلا بتاعت السنة اللي فاتت، طب أكيد ده قرار سريع طبعا، لأ مش عايزاها، أقطع وارمي، لأن السنة اللي فاتت خلاص أنا ممكن أسيب عندي آخر 6 شهور، آخر 3 شهور، إنما مش سنة أو أكتر من سنة. فاول حاجة لازم اعملها اني افضي المكان تماما، واذا كان محتاج تنظيف او حاجة فممكن ننظفه بسرعة، واعمل جرد للحاجة، اخد فيها قرار سريع عايزاها ولا مش عايزاها. يبقى انا دلوقتي عندي تقريبا 2 بايلز او معايا باسكت، جزء منه اترمى او مش عايزاه، وجزء منه هيستنى. طيب هيستنى في الدرج ده ولا هو مكانه مش هنا وجه في حتة غلط؟ دي تاني نقطة في حتة الجرد برضو. لو الدرج ده فيه حاجة ما تخصوش، يعني زي مثلا فتحتي درج الأدوات المكتبية بتاع ولادك ولقيتي فرشة الشعر، خلاص دي هترجع مكانها. نبتدي بقى نفكر في باقي الأدوات المكتبية مثلا اللي موجودة جوه الدرج. خلاص قررنا إن الحبة دول هيستنوا وهنتخلص من اللي احنا مش عايزينه. أبتدي بقى أصنف اللي موجود جوه الدرج ده حسب نوعه. حسب نوعه دي بتبقى يعني عندك من هنا لبكرة، الطويل والقصير، المكبب والمبطط، الملون حسب اللون، حسب طبيعة كل درج واللي فيه. المهم تبقى الفكرة الأساسية إني بجمع اللي زي بعض مع بعض، أو إحنا بنسميها المتشابه معا، يعني أعمل عملية التصنيف. يبقى أنا أول حاجة عملت جرد للمحتويات، تاني حاجة خدت قرارات سريعة مين اللي هيستنى ومين اللي هيمشي، وإذا كان هيمشي، إذا كان هي معانا فينا في الدرج، إذا كان اللي هيستنى، إذا كان هيفضل في نفس الدرج ده ولا هيروح مكانه في حتة تانية، أنا بحبه ولا لأ. برضو دي ممكن تعتمدي عليها في فكرة أنا عايزاه ولا مش عايزاه. وبعدين أبتدي أصنف الحاجة حسب النوع عشان أبتدي أرصها. طيب صنفتها، خلينا ناخد اكزامبل الأدوات المكتبية ده، مثلا أقلام رصاص، أقلام جاف لوحدها، أساتيك لوحدها، بريات لوحدها، وهكذا. طيب استخدم بقى ايه علشان اصلا ارتب الحاجات دي جوه الدرج؟ ممكن استعين باي حاجه ممكن تيجي قدامي تنفع اني اقسم بيها الدرج، لاني لو رجعت حطيتهم جوه الدرج بنفس طريقتهم كده مع الاستخدام بتاعك وبتاع ولادك، حتى ما فيش شويه صغيرين وهتلاقي الدرج كله رجع تاني زي الاول. فبستخدم حاجه مثلا زي كده، اي حاجه ممكن تقع، يعني دي مثلا علبه بلاستيك مربعه، انا مش عايزه منها حاجه غير الحيطه، يعني الحيطان بتاعتها دي، مجرد انها تفصل. دي مثلا صغيره ينفع لو عندي 2 3 منها احط فيها دي اساتيك، دي برايات، وهكذا. ممكن استخدم بعد كده حاجه اكبر شويه او اعرض شويه، بحيث اني اصنف كل نوع لوحده على حيطه. طيب اذا انا صنفت المتشابه معا، ده مثال لدرج. طب لو الكلام ده في الدولاب،
نفس الخطوات دي كلها هنمشي بيها تماما بنفس الاسلوب، مع مراعاة بقى ان في الهدوم في حاجات احيانا احنا بنبقى شايلينها، يمكن البسها، يمكن اخس اصل، يمكن احبها، كل اليمكنات دي هيتم التخلص منها فورا، فهتلاقي اللي فضل عندك فعلا يكفي المساحة اللي هو محطوط فيها. يعني دولابك فعلا هيكفي الحاجة اللي انت حطاها فيه، وهتشوفي الحاجة اللي عندك احسن، فهتبتدي تختاري احسن وتوفقي حاجات احسن، فالدنيا هتبقى واضحة كتير يعني عن الاول. طيب القاعدة بتاعت ان انا اخلي الهدوم ولا ارميها دي، احنا بنقول ان لو يعني لو ما اتلبستش بقالها سيزن او بقالها سنة مثلا، اذا most probably في اغلب الظن انا مش هستعملها تاني، اذا في الحالة دي ارميها على طول، او اتبرع بيها او اتصدق. يعني الفكرة تروح فين دي ده موضوع تاني، المهم ان انا مش عايزاها قدامي هنا لانها واخدة مساحة على الفاضي انا ما بستعملهاش. لو دخلنا مثلا على حتة المطبخ، المطبخ برضو نفس الخطوات، هتلاقينا ماشيين نفس الخطوات وهنجمع المتشابه معا في الاخر. يعني لو برطمانات زي البرطمانات، مكرونات مع مكرونات، علب او كانز مع كانز، كل الكلام ده هيسهل عليا وانا بلاقي حاجتي، هيسهل عليا وانا راجعه بالمشتريات بتاعتي من السوبر ماركت، اني اودي كل حاجه على طول ترجع مكانها والمكان المخصص ليها. هستعين بايه؟ برضو هستعين بحاجات زي كده، او هستعين بحاجات زي كده، دي برضو علبه بلاستيك عاديه مستطيله، ممكن تيجي في احجام كتير، هتنفعني جوه الدولاب برضو، لو مثلا في قطع صغيرة مثلا ايس كابس، كوفيات، اشاربات، ايا كان الوضع، حاجات زي كده ممكن لو واحدة جنب واحدة جنب واحدة في الدولاب هتاخد حاجات هتنظم لي المنظر حتى على الاقل. نفس الكلام في المطبخ، ممكن استعمل علب زي دي، اكبر اعرض اقصر مش مشكلة، ولكن ان هي هيتحط فيها مثلا الاكياس بتاعة المكرونة، هيتحط فيها الاكياس بتاعة اي حاجة، بقوليات مثلا، فيبقوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ودي تبقى داخلة خارجة على الرف زي الدرج كده، بحيث انها تجمع لي القصة كلها ورا بعضها. يعني ده باختصار شديد. بالمناسبة التلاجة برضو، التلاجة والفريزر يعاملوا معاملة اي درفة في المطبخ عندك، يعني لازم يبقوا مرتبين ومنظمين بنفس الاسلوب، الحاجات اللي زي بعض على مع بعض، الطويل ورا والقصير قدام، لان الموضوع ده احيانا بيبقى ما بيبقاش بيخليكي تبقي عايزه البرطمانه اللي ورا تمدي ايدك فاللي قدام يقع وتحصل مشاكل وحوادث، خصوصا ان لو مش انتي لوحدك اللي بتستعمل التلاجه، طبعا لو في افراد تانية في العيله بيفتح ويقفل فالدنيا طبعا هتبقى هرجله. لو انا حاطه في التلاجه مجموعه علب او كانز او عصير مثلا كلهم زي بعض، فبرص اللي زي بعض كله ورا بعض، بحيث ان انا الاولاني زي اللي ورا، انت مش محتاج تمد ايدك في حاجه، يعني هما الرصه كولر اللي في الرصه زي بعض ورا بعض زي بعض، فاخد من اللي قدام وهكذا. برضو فكره التطبيق في الدرج، اللي فوق بعض بيبقوا زي بعض، واللي جنب بعض بيبقوا مختلفين، عشان يعني اختار منهم، يعني هما بيبقوا مختلفين. انا هبعت لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده لينك لطريقة تنظيم الدرج زي ما احنا قلنا كده بالصوت والصورة، يعني عمليا درج فضيناه ورتبناه من اول وجديد بالطريقة دي، وهو بالمناسبة برضو درج ادوات مكتبية، فعشان تشوفوا الطريقة نفسها عملي يعني، وبعض الصور اللي انا بقوله ده من اشكال التنظيم جوه التلاجة او جوه الدرفة، بحيث انها تساعدك او توفر عليكي وقت وانتي بتشيلي وتحطي. اتمنى ان الموضوع يكون مفيد، واللي حابب يعرف اكتر عن امكانية تنظيم الحياة عن طريق تنظيم بيوتنا ووقتنا وفلوسنا يقدر يدخل على الموقع، او يبعت لي اي استفسار بخصوص التنظيم الداخلي على صفحة برنامج ادارة البيت او صفحة الفيسبوك. بشكركم واشوفكم في لقاء اخر ان شاء الله.